يخيخ سليم به تشفى الجراح لمن أراد تداولها. قالوا يتيما فقلت ذات وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. عايات مثل الاستاذ يشرب بها تلاوته. ذلكم العلم القراني قرض مريض مصر العربيه وعدوا انتخابة القراء بمصر والعالم الاسلامي كل قبيلة القارئ الشيخ محمد امام غريب القارئ والمقيم بست ريس صلى الله عز وجل له التوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه ليتفضل تشكورا. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة ثم كان علقة علقة فخلق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم كان علقة فخلق فسوى
ليس دارك في القول ثم فخلق وليس ذلك بقال أليس ذلك بقال وليس ذلك بقادر على ثم كان فخلق فسوى وليس ذلك بقادر وليس ذلك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
السماء. وإذا الكواكب انتثرت وإذا العظام انفجرت وإذا ونعم النفس ما ودبت وأمت يا كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين
إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والله والله ولله بسم الله الرحمن الرحيم لا لا إله إلا الله والله لا Oh,
خلق الذي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله لم يلد ولم يولد صدق الله العظيم يا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الأعلام أن الله عز وجل يرزقنا ثواب الطليان ونور الطليان نورا ونفضة إلى الروح الكريم في قبره يا رب العالمين. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الإسلام استمعنا مع صوت الله يمل سماعه وقرآن تترقب إليه كل استماع مع قارئ جمهورية مصر العربية وعدوا بنقابة القراء بمصر والعالم الإسلامي كله وقيلة القارئ الشيخ محمد إمام غريب القارئ والقيل بست عبر أسير الإذاعات الصوتية والمحلات العربية ومن داخل عصر الضياف والتلقي وكبرى مخازن الفراشة الذي ركب في إدارة مخازن الحج شحات عشان حديد البري مدينة عشبين شارع سعد زغلول مدوار صلوة بنيابتنا مؤسسة البر والعاملين فيها نسأل الله العلي الكبير أن يرحم المتوفى رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته وأن ينهي أهله وزويه الصبر والسلوان ولسان المعزين قبول العزاء أجمعين وبهذا تنتهي سعادتنا من هذا المكان وسلام الله عليكم ورحمة الله